ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه، محاوله هروب 16 مره، عشان كده مسميينه ابو حديد. ما شاء الله، دي حاجه حلوه قوي. انت لازم يا ابني تتحط في موسوعه جينيس. ايه غلس دي يا باشا؟ جينيس بيقول ياد غلس. ياد بقول جينيس. يا خلاص صل على النبي، صل على النبي، خلاص صل على النبي، صل على النبي. معلش انت ما حدش طايقك كده، قول لي كنت بتعملها ازاي دي يا عبد. بص يا باشمهندس، الحديد ده مؤاخذه قاسي، ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه، لازم كده لمؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم، منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجع انفي. مش معنى انفي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منه، انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوت ده جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه في بقه ويتنيل يتسد. امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذه يا كبير. جرى ايه يا ولية يا ام ثابت؟ ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل؟ حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانيه؟ لا مؤاخذه يا باشا. يا راجل يا قفه، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجي لك يا ده مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني، ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمي حمقى من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مرادبك. دايما دايما حاسس بالبشريه. والله يا جماعه مسعد معذور، اصل الحتة البلدي دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغاية هنا الظاهر. لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أمي مين؟ أمي يا باشا. هي أمك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولية أم ثابت. أم أنا بقى اللي لا مؤاخذة تحت منك على الكنبة. أمي مين؟ أم عبد الجليل. أنهي كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها. أمي لا مؤاخذة تحت منك. أمك تحت مننا؟ أيوة يا فندم. الكنبة؟ أنا آسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما أنت قايم، ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي أمك بالظبط. بص يا باشا، أنا هسلتها لا مؤاخذة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أمّا تسلت مين؟ أمّا خليها مستريحة، ربنا يخليها لك. وده ايه ده؟ اصل امي امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليه اصليه. انت عارف يا باشا، الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات. بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانية. انت عارف يا باشا، لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا. بس هي لا مؤاخذه قعدت علينا ذكر. ذكر قعدت علينا. يعني ربتنا وكبرتنا. امال ايه لغايه ما بقينا رجاله، انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا. واحد هجام، والتاني فتاح خزن، والتالت بتاع شقق، والرابع مظلوم يا باشا. انا بقوله النبي يا ناجي، بنلحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف يا عبد الجليل. ايوه يا باشا، احنا هنسرق بنك. الله اكبر الله اكبر.
يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دي ام اسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل، ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا. ما طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه. امال ايه الفاتحه يا باشا؟ ربنا يوفقنا. شاف الناس، هي كلمه ورد غطاها، مش اسئله وغلبه وقلب الدماغ. امين. بقول لك يا باشا، لما اخصى كده انا كنت عايز سلفه تحت الحساب لغايه ما ربنا ويكرمنا يعني، ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما. بس السلفه دي مهمه قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان انا الولع عشه بتاع القهوه عليها لي 16 جنيه، فبصراحه منظري كده بقى في الحته مش نضيف شويه يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وانا بقول الحاجه الساعه ما جاتش دي. يا مجنون يا ابن الغساله، يا مجنون يا ابن الغساله. هو مش دكتور قال لك امك عندها كشكشه في العظام؟ تقوم تقعد عليا؟ مش كده يا ماما، مش كده رجاله يا ماما، مش كده، مش كده. مساء الخير يا حاج. مساء النور يا اخويا، والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب. ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيل. لو خدتوه هترجعولي قفاش بريق، وانا ما حلتش غير هو اللي بيشني ويوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا، معلش، اصل الحكومه دايما ياما. مش دول ياما، مش دول الحكومه ياما، ده ناجي بيها طله اللي انا قلت لك عليها. وليا ادعي لنا بقى كده دعوتين حلوين. يلا ياما ادعي لنا، ها ادعي لنا دعوتين، ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. جرايها جرايها، وانا حد قايل لكم ادعي لنا ياما. يلا يلا ادعي. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. الهي وانت جاهي وفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. امين.